السلام عليكم أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم جميعا على قناتكم قناة الجزائر فوت، قناة الكرة الجزائرية وأخبار المنتخب الوطني واللاعبين الجزائريين. بداية ما تنسوش الصلاة والسلام على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وما تنسوش دعمنا بالاشتراك اللايك والضغط على زر التنبيهات إذا عجبكم المحتوى نتاع الفيديو بطبيعة الحال. في حلقة اليوم جيت نتكلم عن اللاعب أمين شيخة. العديد بعث لي قال لي كاع الناس تكلمت على أمين شيخة وانت ما تكلمتش عليه. ما كنتش حاب نتكلم عليه لاني ما نعرفوش، لانه لاعب مغمور، لانه لاعب مجهول، لانه لاعب ما نعرفوش صراحه، ما نكذبوش على روحنا، ام انه لانه المنتخب الوطني بيتكوفيتش وصادي كيما الناس يقول لك انت تاع صادي وصادي خلصك وحافظ الرجاء خلصك، يعني عيطوا له صادي وبيتكوفيتش نجي نضبل له وندل، ما نعرفوش. انا بالنسبه لي لاعب مجهول شيخه، لاعب مجهول والى حد الان حتى يثبت العكس هو مجرد لاعب مغمور. انا بالنسبه لي انا نتمنى انه يجمع المنتخب الوطني وينجح، لانه كره القدم تتطور بسرعه كبيره، لكن في الوقت الحالي 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 شيخه مجرد لاعب مغمور، نقطه على السطر. ولو جيت تسالني هل عنده مكانته في المنتخب الوطني ولا لا، نقول لك لا من دون ان افكر اصلا، نقول لك لا، لانه الناس راهي دايره لاشان تلعب في مستوى عالي ودايره لاشان. عندك شايبي، عندك عمورة، عندك قويري، وحتى بو نجاح، وعندنا عدة لاعبين لعبوا صح في المستوى العالي. ولا يعني انت يا جماعة راكم تتكلموا لي على لاعب ما لعبش مع الفريق، ما لعبش مع الأكابر. تتخيلوها انتم في رصافكم انه لاعب لعب مع الأكابر دقائق محدودة جدا، مام با ماتش، كون جيت تايملو كاع الدقائق نتاعو شيخة، تجمع له كل الدقائق اللي لعبهم، ما لعبش مع الفريق الأول. معليش انا الآن نجيبو وكاين اللي يتكلم لي الان على سليم على بن ناصر، دوك نجي نعطيكم بن ناصر لانه للاسف لحقنا في واحد الزمان تاع مغالطات. الان انا باش نجي نتكلم لك على شيخه، كل ما نديرو اني نتمنى له التوفيق، لانه مادام جبناه الى المنتخب الوطني اكيد اي لاعب اضافه او اي جوده اضافيه للمنتخب الوطني انا ماذا بيا. لكن ما نجيش نبيع لك الوهم، ما نجيش نكذب عليك، ما نجيش ندير لك الفيديو على شيخه ونقول لك السيد كيف يلعب، طريقة اللعب نتاعو، طريقة التسديد نتاعو، طريقة التمرير نتاعو، طريقة التهديف نتاعو، ها أخي يا أخي أنا نكذب عليك ونديرها لك، لأنه ما تفرجش عليه في المستوى العالي، السيد أصلاً ما لعبش في المستوى العالي، يعني هو لعب مع لي جوار تاع 17 مع فرق 17 سنة، 16 سنة، 18 سنة، بعد نجي نقول لك طريقة لعبه، لا، مع كل احتراماتي، هكذا راني ننتقص من المشاهدين نتاعي، ولا من القيمة تاع المشاهدين نتاعي، معناتها هكا راني نهيشر فيكم، راني نكذب عليكم، راني نمدكم في الوهم. لا يا اخي ما نقدرش نديرها. اللاعب هذا ما لعبش في المستوى العالي، كيفاش نجي نقول لك طريقه لعبه؟ خليني نشوفه يلعب على الاقل مع كوبنهاغن الفريق الاول، نشوفه كيفاش يلعب ونتكلم عليه. الان هو لعب مع الفريق الشباب الموسم الماضي في دوري ابطال اوروبا، المرجع الوحيد انا اشوفه، باش ما نروحوش بعيد ولا الناس تفهم كلامي بالغلط، انا ما رانيش ننتقص من اللاعب، اني نقول لكم اللاعب ما نعرفوش، واللاعب الى حد الان مازال ما لعبش في المستوى العالي، ما لعبش في مستوى اللي نقدر نحكم فيه على اللاعب، ما لعبش في المستوى اللي نقول اسك صح هذا اللاعب راح يجي من عنده ولا ما يجيش، ما لعبش في مستوى اللي نقدر نقول انه هذا اللاعب راح يقدم الاضافه للمنتخب الوطني. في الامر المنطقي والامر الطبيعي لاعب لا يسرع للمنتخب الوطني. الله غالب منش دي بروماسي على بالي، ذا كلام ممكن يقلق الكثير، حتى المحبين تاع القناة نتاعي ممكن كنتوا تستناو نجي اني نتكلم لكم على شيخة ونرجعوكم كما واحد قال له ابراهيموفيتش الجزائر ولا لا، سمحوا لنا حطوا كل حاجة في منطقها. يعني احنا اللي ضرتنا هو النفخ والتطبيل، النفخ والتطبيل، قاعدين ننفخوا ومن بعد نسيبوها في قاعة الطرطق. كيما الان بعض المواقع خرجت مجهوله مغموره ما عندها حتى اسم، رايان شرقي الى مانشستر، فلان الى كذا، فلان الى كذا، ما تكذبوش على الناس يا جماعه، ما تكذبوش على الناس، كونوا شويه يعني روشيك سبحان الله. لذلك الان خلينا نشوفوا الان الشيخه كما قلت انه المرجع الوحيد هو دوري ابطال اوروبا للشباب. راح نقول لكم كلام ممكن ما يعجبكمش لكن حقيقه، ولا قبل ما نقول لكم كلام خلوني نطرح لكم اسئله. يامال كم سنه؟ غير كيما حكم 17 سنه. هل لعب في دوري ابطال اوروبا للشباب؟ لا. فيرتز نجم المانيا عنده 18 سنه، هل لعب في دوري ابطال الشباب؟ لا. موتسيالا هل لعب في دوري ابطال الشباب؟ لا. لاعبين الشبان تاع هذا لويس ريكو وجماعه تاع بورت ولا كيسمو تاع مانشستر سيتي اللي راهم بليس نسيت اسمه جان، هل لعب في دوري ابطال اوروبا للشباب؟ لا.
نفس الشيء بيلينغهام واللاعبين الشبان اللي في الريال ولا في برشلونه ما لعب. وعلاش ما لعبوش؟ تعرفوا علاش ما لعبوش وما يلعبوش؟ باختصار لانه اللاعب اللي عنده مستوى، اللاعب الشاب اللي عنده مستوى 17 سنه ما يقعدش يتبهدل في فريق اقل من 18 سنه ولا اقل من 19 سنه، يروح ديريكت للاكابر. جيسبر الحكم الميساج تاعي، اللاعب اللي عنده مستوى كي يوصل 17 18 سنه يروح ديريكت للاكابر، ما يقعدش يلعب في فرق الشبانيه هذه. هاني جبت لكم ادلا فيرتس يامال عده لاعبين شبان لما يتالقوا مباشره الفريق الاول. هذه اوروبا ما عندوش عقليه تاع مازال صغير، ما عندهمش في اوروبا. في اوروبا كي تكون تبقى تلعب في فريق الشباب معناتها ما عندكش مستوى، ما عندهمش مازال صغير، ما كاش هذه. جوار كي يكون عنده موهبه وجوار عنده امكانيات يطيروا به من 16 سنه يبداو يفكروا فيه بيدو الفريق الاول. الدليل عندي دليل حتى من كوبنهاغن نفسه. كوبنهاغن عنده لاعب يسموه فرولد، هذا كان مع الشيخه العام اللي فات، كان مع الشيخه العام اللي فات في الفريق الثاني اللي لعب دوري ابطال اوروبا. لعيب متوسط ما هوش لعيب كبير، لكن عنده امكانيات افضل من الشيخه. اصلا كوبنهاغن هو عباره عن مجموعه من اللاعبين المغمورين. انا كذبوش انا روحنا كوبنهاغن فريق مغمور، ما راجيش نتكلم على الفريق الرديف نتاع مانشستر سيتي ولا تاع ارسنال كما تقولوا لي على بن ناصر. دوك نجي لبن ناصر كذلك، لا ماشي كيف كيف، هذا كوبنهاغن اصلا فريق مغمور، وهذا وشيخه يلعب في الفريق الرديف نتاعو. تجي تقول لي يعطيني دقائق في الفريق الاول، الان تجي تجيب لي صوره تقول لي سيني عقد مع كوبنهاغن، نعم سيني عقد مع كوبنهاغن، لكن ما يلعبش مع الفريق الاول. انا نعطيكم حتى رصيد شيخه بالدقائق، لعب خمس مباريات، مباراه واحده لعبها اساسي، هذه في الدوري الدنماركي، مباراه واحده لعبها اساسي، لعب شوط والمدرب خرجوا لانه ما قنعوش. بقيه المباريات، مباراه تدخل في الدقيقه 81، مباراه تدخل في الدقيقه 86، ومبارتين دخل في دقيقة 90، يعني في الوقت بدل الضائع. هادو ما دقائق شيخ الفريق في فريق كوبنهاغن. الآن لما نعطيكم هادو الأرقام، هل هذا لاعب يستحق أنه يلعب في المنتخب الوطني؟ أنا الله أعلم، لكن أنا السؤال اللي يتبادر أو الجواب اللي يتبادر لذهني هو لا، لأنه دقائق تعد على الأصابع الواحدة واليد الواحدة وما يلعبش يعني مع الفريق الأول وفي فريق صغير مغمور. هنا ما نقدرش نقول لك انه هذا لاعب ونجي ندير لك عليه فيديوهات، لانه لعب مع 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 مع, مع دوري ابطال اوروبا لاقل من 19 سنه، اللي يروحوا يطلوا على الفرق اللي تلعبها يلعبوها بلاعب 16 17 سنه، 16 17 سنه اللي عندهم مستوى متوسط، لانه اللي عنده 17 سنه وعنده مستوى راه في الفريق الاول ماهوش في الفريق الثاني. هاو غيرناتشو ادم في مانشستر يونايتد، عندك لاعبين شبان كذلك في هذا امري زين ولا كيسمو تاع باريس سان جيرمان 17 سنه طاروا بفريق الاول. عده امثله، روح ريال مدريد، روح لبرشلونه، روح عيد لاعب لما يكون عنده مستوى يطلع ما يقعدش ما يقعدش. هاو ريال بايرن ميونخ مثلا 17 سنه، تتذكروا لما كنا نتكلم على ايت وعمر والكثير منكم ما عجبوش الحال، كما قلت لكم ايت وعمر لاعب مغمور لانه قلت لكم اللي في سنه راهم في الفريق الاول. هذه هي يا اخي، ما نكذبوش على روحنا، ما نكذبوش على روحنا. ها مثلا لاعب بافلوفيتش 17 سنه راه لاعب اساسي في البايرن 17 سنه، ما يلعبش اصلا في الرديف، يروح من الفريق 17 للفريق الاول. موزيلا نفس الشيء، موزيلا شراوه للفريق الرديف، لعب دو ماتش طلعوا ماتش طلعوا للفريق الاول، ما كانش الوقت. لاعب اللي عنده موهبه، هما عندهم ناس مكتشفين، صح ما عندوش بابا عنده دراهم ولا بابا صاحبه، لا المستوى يهدر. الوقت طوال، وقبل ما نختم نجي نتكلم لكم على بن ناصر، لانه كثير يقول لك شوفوا بن ناصر كيفاش جبناه. لا، بن ناصر اولتها يا اعزائي المشاهدين جبناه من نادي ارسنال الفريق الثاني. روح شوف شكون كانوا تيتولار مع ارسنال وشكون اللي كانوا احتياطيين مع ارسنال في ذلك الوقت، روحوا شوفوا 2016 2017، روحوا شوفوا. ارسنال كان الفريق يلعب في دوري ابطال اوروبا كل عام، كان مع البيك فور في انجلترا، كان عنده نجوم في خط الوسط، نجوم في خط الوسط كاحتياطيين كالاساسيين. وبن ناصر كان عنده 17 سنه، منطقي ماشي سهله باش تحكم معاهم بلاستيك. ورغم ذلك في كاس فانجر لعبوا دو ماتش ولعبوا ادى مستوى ممتاز جدا. فرق ولا ماشي فرق انك تلعب في رديف نادي مثل ارسنال وفي رديف نادي مثل كوبنهاغن؟ شتان وشتان وشتان.
فرق يا جماعة. وعلاش كوبنهاغن شكون راه يلعب معاهم رونالدو ويلعب معاهم مشكون لاعبين مغمورين في الفريق الأول؟ واحد ما تعرف، كون نقول لكم سقسوني واحد ما تعرفوش. والدليل كذلك انه طلع لاعبين من فريق اصحاب شيخه، هو فرولد وكليم. كليم عنده 20 سنه يلعب في خط الوسط، طلعوهم يلعبوا في الفريق الاول يلعبوا، ماشي كيما شيخه فقط اخر مباراتين في مباريات لم يستدعى اصلا شيخه. لذلك انا اشوف بانه لاعب مازال ينتظر العام، خليني نشوفه مع الفريق الاول اولا ومن بعد مع المنتخب الوطني. اذا راح تجيبوا باش تلعبوا، انا نقول لكم تحومت بيتكوفيتش. اذا تجيب الشيخة باش تلعبوا تحومت، المنتخب الوطني يرجع قهوه دموع شرب وروح. اما اذا تجيبوا بها تفيكسيه مع المنتخب الوطني تلعبوا دقيقه ولا زوج باش تدلوا التيكي مع المنتخب الوطني، ثم معليش انا معك. اما انك تجيبوا باش تحتمد عليه، سمحوا لنا، هنا المنتخب الوطني مستواه انحدر كثير. نجي نتكلمكم كذلك على بن ناصر. تعرفوا بانه بن ناصر ما كانش حكم بلاصتو، رغم ذلك ما كانش يلعب مع المنتخب الوطني، ماجر كان يلعب عليه بوخنشوش. وكان امر اخر يقول لك انه بن ناصر المنتخب الوطني اللي طلعوا تكذبوا ثلاثا. كاين معلومه الناس ما تعرفهاش، قبل كاس افريقيا 2019 بن ناصر كان احتياطي لبالقبله. بن ناصر رغم انه كان افضل او احد افضل اللاعبين في خط الوسط، بل كاين صحف لا غازيتا ديلي سبور اختارته افضل لاعب خط وسط مع إيمبولي في موسم 2018-2019، يعني قبل كأس إفريقيا، رغم أنه إيمبولي هبط للدرجة الثانية. نعم، يعني ومن بعد فما قررت إدارة ميلان تتعاقد مع بن ناصر قبل كأس إفريقيا. الدليل والشاهد أنه إداري ميلان كانوا حاضرين في كأس إفريقيا في شهدوا بن ناصر، ولحسن حظ إداري الميلان أنه بالقبل دار ديك اللقطة الشهيرة وخرج، والا فانه بن ناصر ما كانش راح يلعب كاس افريقيا. وروحوا شوفوا التشكيلات قبل كاس افريقيا، بل قبلها هو اللي كان اساسي يحتمد عليه بالماضي، ماشي بن ناصر. بن ناصر كان يقدم مستوى رهيب، مستوى خيالي، مستوى عالمي في الدوري الايطالي، رغم ذلك بالماضي كان مريكو في الرومبلاسون بالقبلة كان يلعب، ماشي بن ناصر. ما تكذبوش، ماشي بن ناصر دار اسم روحه، بن ناصر دار اسم روحه، وهو اللي ما نقولش دار لنا اسم، ولكن كان من عندهم فضل في كاس افريقيا. ما نسلبوش الناس حقهم، 19 سنه كان افضل لاعب في كاس افريقيا، كيفاش انت جبت له تيتر؟ نعم هو استفاد من الجزائر، لكن كذلك الجزائر استفادت منه، ولا واحد عنده مزيه على الاخر، لكن بن ناصر خدم نفسه بنفسه. ما تقولوليش المنتخب الوطني هو اللي طلع بن ناصر، تكذبوا. راني قلت لكم انه قبل كاس افريقيا بن ناصر كان لاعب نجم في الدور الإيطالي، رغم أنه كان يلعب في فريق مغمور وهبط للدرجة الثانية، وكان احتياطي مع المنتخب الوطني. لذلك فرق كبير، بن ناصر عنده إمكانية قبل ما يبان مع المنتخب الوطني باش تعرفوا مليح. لذلك المقارنة لا تجوز أبدا. أعزائي المشاهدين، أنا في الأخير نتمنى التوفيق لشيخة، أنا مانيش نحارب فيه ولا هو، خلاص بدا الاستدعاء، لكن أنا قلت أني نتمنى أنه جا باش نديروا له التيكي ولا ستافي تاع جوار انترناسيونال الجيريان باش ما يروحش مع الدنمارك. أونكا طور مستقبلا ولعب مع الفريق الأول، نصيبوه، لأنه كل واحد يقدم الإضافة مرحبا به، وأكيد راح نكون أكثر الفرحين باللاعب. لكن أني نجي نهي شرككم ونكذب عليكم وندير لكم عنوان خصائص اللاعب، امتيازات اللاعب، لا هذه ما نديرها اسمح لي، لأنه بالنسبة لي لاعب مغمور وغير معروف وما نعرفوش وما نقدرش نعرفه اصلا، حتى لو نروح نبحث عليه ما نقدرش نعرفه. ونتحداكم هذو اللي داروا لكم فيديوهات على شيخه، اذا تفرجوا عليه ماتش ما نقدروش، لانه ما كاش ماتش بيتفرج عليه، كاين فقط مباريات دوري ابطال اوروبا اللي قلت لكم تلعب فيها فرق ضعيفه جدا، تلعب فيها الفرق عندهم لاعبين تاع 16-17 سنه ولاعبين متوسطين، وراني شرحت لكم في بدايه الفيديو. اعزائي المشاهدين نكتفي بهذا القدر، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.